السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في القناة الطبية. النهاردة هنكمل أدوية علاج ضغط الدم. دوزين أقراص لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ويعتبر من الأدوية الهامة التي يتم صرفها بغرض التخلص من مشكلة ضغط الدم المرتفع، كما من الممكن أن يتم استخدامه في علاج تضخم البروستاتا والتي يعاني منها الرجال، حيث أن مهمة الدواء هو العمل على توسيع الأوعية الدموية مما يؤدي إلى مرور الدم بشكل منتظم مما يحافظ على ضغط الدم المنتظم في الجسم. دواعي استعمال دواء دوزين أقراص: يستخدم الدواء من أجل التخلص من المشاكل المرضية التالية: من يعاني من مشكلة ارتفاع ضغط الدم ويعمل على تخفيف الأعراض الناتجة عن تعرض الرجال لمشكلة تضخم البروستاتا. يساهم الدواء في توسيع الأوعية الدموية مما يسهل من حركة الدم في الأوردة وبالتالي يقلل من ضغط الدم، كما يعمل الدواء على ارتخاء العضلات حول كل من المثانة والبروستاتا مما يؤدي إلى خروج كمية أكبر من البول. الجرعة وطريقة استعمال دواء دوزين أقراص: لا بد في البداية من استشارة الطبيب المعالج للتأكد من الجرعة الخاصة بالدواء، فلكل مرض الجرعة الخاصة به. الجرعة المعتادة من الدواء في حالات ضغط الدم المرتفع هي 1 ملغرام من الدواء بشكل يومي، وقد تزيد الجرعة وفقا لإرشادات الطبيب المعالج. لا بد من تناول الجرعة الموصي بها من الدواء في نفس اليوم، ولا بد من عدم التوقف عن الدواء إلا بعد الرجوع للطبيب المعالج. الآثار الجانبية لدواء دوزين أقراص: ممكن أن يعاني المريض من بعض الأعراض الجانبية التالية: ضيق وصعوبة في التنفس، نوبات قلبية، اضطراب في دقات القلب، التعرض لاصفرار في الجلد أو في العينين. يمكن أن يتعرض المريض إلى تورمات في اللسان أو الوجه. ممكن يعاني المريض من نقص في عدد خلايا الدم البيضاء، انخفاض ملحوظ في ضغط الدم، تورم القدم والكاحل. الاحتياطات وموانع استعمال دواء دوزين أقراص: الدواء ممنوع على من يعاني من الحالات المرضية التالية: من يعاني من أمراض في الكبد خلال فترتي الحمل والرضاعة، إذا كان الشخص يعاني من أمراض في القلب، إذا كنت قادم على إجراء عملية جراحية في العين، الحساسية لأحد مكونات الدواء. أتمنى إن شاء الله تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. ان شاء الله اضغطوا لايك في نهاية الحلقة واعملوا سبسكرايب للقناة. شكرا لكم.